معانا على الهاتف من نجوم العاب القوى سابقا في النادي الاهلي كابتن مدحت عبد النبي، وهو من مدربي سباقات السرعه، مدرب سباقات السرعه في النادي الاهلي. كابتن مدحت عبد النبي، مساء الخير واهلا بحضرتك. مساء النور يا فندم. كابتن مدحت، كلمنا عن مستوى رياضه العاب القوى، عن تفوق النادي الاهلي رياضيا بشكل عام، وان اهتمام النادي الاهلي لا يتوقف فقط او لا يقتصر على كره القدم. النادي الاهلي فرقه العاب القوه دخلت النادي الاهلي سنه 94 ومكتسحه كل البطولات، المسابقات، المضمار، الوزن، والرمي بانواعه. واداره النشاط طول عمرها بتختار اقوى الاجهزه للعمل في النادي الاهلي. واي مدرب بيدرب في النادي الاهلي يعني بيدرب منتخب مصر لعيبه النادي الاهلي. خش المنتخب يتمرن لعيبه النادي الاهلي، افضل عناصر دوليه عندنا في مصر من لاعبي الاهلي في العاب القوى تحديدا، يعني بالنسبه للسرعه. في كان الكابتن مصطفى منيب سنه 60 اشترك في الدوره الاولمبيه في روما عام 10/5، بعدين جيل مدحت عبد النبي واحمد الجندي ال 100 متر في مصر ولاعيبه دوليه وابطال العرب، بعدين جيل احمد عوده واحمد نصر، بعدين عمرو سعود بقى اللاعب الاولمبي صاحب الارقام وصاحب البطولات العالميه حتى تاريخه في ال 100 وال 200، ومثل دوره اولمبيه في بكين، ومثل دوره اولمبيه في بحر في لندن، واول بحر المتوسط، واول افريقيا الكبار في ال 100 متر، واول عرب. طيب كابتن مدحت، دايما بيقولوا ان في رياضات بتوصف بانها رياضات شهيده لو ما فيش حجم اهتمام اعلامي وجماهيري وصحفي بهذه الرياضات، هل بتجدوا رغم قله المتابعه الاعلاميه لالعاب القوى في مصر او في المنطقه العربيه بشكل عام ان في اهتمام كبير من النادي الاهلي، من ادارته، من اداره النشاط الرياضي ومجلس الاداره بكل ما تحتاجه كل الرياضات ومنها العاب القوى؟ هل بتلاقوا دايما اهتمام بمتابعتكم وحل مشكلاتكم وتوفير كل الضروري لتحققوا النتائج المطلوبه؟ نعم، النادي الاهلي بيعوضنا في كل الحاجات دي، وما بنحسش ان احنا رياضه شهيده، لان اداره النشاط دايما بتوفر كل الامكانيات والمتابعه بتاعت اداره النشاط واهتمام المدرب في الملعب ورئيس الجهاز الاداري، اتصال الحركه ما بين اداره النشاط والجهاز الاداري والفني والطبي على اعلى مستوى، نموذج لمصر ونموذج للدول العربيه. ما فيش امكانيات في اي دوله او اي حد زي النادي الاهلي. بشكرك جدا. حوافز ومكافآت، واحنا ما عندناش مكسب غير اول بس، ونشاط دولي. ده اللي قاله كابتن رؤوف، دايما بيقول التحدي عندنا والهدف هو المركز الاول، وان المركز الثاني دائما بيعتبر يعني بدرجه من الدرجات حاله فشل غير مقبوله، لابد من العوده لتخطيها سريعا. ده رؤيه دايما النادي الاهلي وادارته وكل الادارات التنفيذيه داخل النادي ومنها اداره النشاط الرياضي. كابتن رؤوف يجمع بانه كان لاعب وكان مدرب منتخب وكان مدير نشاط، فيعلم بكل صغيره وكبيره، وهو كفاءه عاليه مخلينا ما بننامش في الملعب الا ندور على الخامه ونبنيها ونجهزها لبطولات النادي. وتحيا النادي الاهلي، دايما بيتنا الكبير والموقع الكبير للرياضه المصريه الشرق الاوسط. بشكرك جدا على المشاركه معنا كابتن مدحت عبد النبي، من طبعا نجوم العاب القوى سابقا في النادي الاهلي ومدرب سباقات السرعه، شكرا جزيلا لك. تعليق